نعم مدام كويكلي مدام نو عارف انا هون كل ما كان كويكلي كل ما كان احسن لك ايه من هو الشاب اللي بيجي عند المدام بس يروح مستر نو عارف مدام لا بتعرفي يا مقصوفة الرعبة قولي لي من هو نو عارف مدام لك 500 دولار بعدي نو مدام 1000 دولار بعدي نو مدام هاي دول كلهم بعدو لك قولي يا بتقولي مين يا بصرخ وبقول انه شفتك عم تسرقي لي مصرياتي وبصيري بالحبس يا معطره نو حبس مدام بليز طب قولي من هو لكن قولي من هو من هو قولي لا مدام مين قولي سبي ابن مدام إيناس شو ماهر مش شايف الكرسي وين كنتي أنا هون هون سر شو قصتها هي؟ هاي نو ماما هون؟ لا ماما يا حلي بالشغل كميرسي باي ايه؟ شو إجا الانتقام يا حكمت إجا الانتقام على طبق من فضة مش أنت اللي بتنزلتي هيك يا حكمت بعد ما كنت تسحل الرجال والعالم مش أنت اللي بتتكافي هيك يا حكمت لا مش أنت بلشت الحرب بيني وبينك يا رهيف هدي إذا فيك تهدي يا أبضاي بدي غير تيابي كرمال قيمتك يا رئيف باك انا حكمت انا من قدي انا بدر شوفي صلا ساعة عم تحكي مش عم بفهم شي عليها شوفي سولا هيدا مدام هيدا عشان طريقة اقول ماهر اجا بيت مدام ميمي ما قدو شو ميمي قدو شايفي مع شهادة بالاسيوبي قبل هون عادي وحكينا على بقى انت وريق انا جد افهم عليكي جاي عادي شوفي الحكيم كتير متعجب عم بيقول مشكلة ما عاد فيه وليه ما عم بيصير حبل ما بيعرف بدي ارجع اشوفك الا انا؟ ايه بدي اعيد الفحوصات مرتين مش مشكلة شو هالخبرية هي؟ انت اكيد من معلوماتي؟ ايه مدام هلا بدها تنزل عند مستر رايف بدها تكبره يدلي انا يا عمي وين الكل؟ وين فرح او نايلة؟ كله مش هون ميليسا انزلي لعند ابو ناجي وقولي له يتلقى بحكمة ويجيبها لهون بسرعة يلا يلا ركضوا بسرعة شو ناطرين؟ شو هالمصيبة هيك شو هالمصيبة؟ ماهر ولولا؟ ما بيسوى انخط ما بيسوى انفعل الله يستر ابو ناجي شو بيهنو؟ شو فيه أول؟ ما بعرف ألو؟ هاي فرح هاي تيو كيفك؟ أنا كثير منيح ومبسوط وفرحان يعني أنت صرتي فرح وأنا فرحان إن شاء الله بتضلك فرحان أنا عم تلفن تجاوب على السؤال اللي ختمت فيه الريبورتاج تبعي الجواب هو أكيد رح أنجح ولا مش رح اندم ابدا على كل الاستثمارات اللي رح احطها بلبنان. يعني اليوم مديت كونترا مع مستشفى ومع مركز الفيزيوثيرابي وبعد 5 ايام عندي كونترا تاني مع مستشفى تاني. يعني مش عم لحق. هيقى رح اضطر كبر حتى لحق على كل الطلبات. مبروك تيو. ميرسي فرح. عن جد ميرسي كثير. انا اصلا كان بدي تلفن لاشكرك. تشكريني؟ على شو؟ لأنه فكرت فيه بخصوص دكتور زوين كرمال ابني أحمد شكرتيني بساعتها
لا قصدي انه كمان بدي اعتذر منك لانه كنت كثير معصبه وما بعرف كيف ما كنت انا. فرح انت مش عارف السعاده اللي انا فيها هلا. كل شيء بشع مرق بحياتي نسيته. مثل كانه واحد كان في جبل على كتافه وخلص منه، ارتاح منه. الحمد لله. هلا اذا بدك تعتذري مني فيكي مثلا تقبلي عزيمتي على بيرة مسقعة مثلا. لا معلش تيو. بليز فرح، انت وجهي كان خير علي. اصحاب المركز اتصلوا فيي لما شافوا الريبورتاج على التيفي. لا تيو معلي، مانا كتير رايقة معي وما رح فيي اظهر، مشتاقة شي هلا. طيب عزميني على فنجان قهوة عندك بالمكتب. لا بالمكتب لا. بالبيت؟ اكيد لا. ايه طيب عندي بالمكتب. تيو بليز. عم فكر اتصل بالدكتور زوين اليوم كرمال احمد. ليش خير في شي جديد؟ مع احمد كل يوم في شي جديد، ما عم بعرف شو عم بصير له هالصبي، رح جن. انت روحي لعنده وما تعتلي هم، اصلا اسمك صار عنده. بس انا رح ادفع، ما رح اقبل تيو. بس عم فكر اسالها اذا بتقبل ادفع لها كل شهر عن اول الشهر، عرفت كيف؟ لا ما عرفت كيف، وعلى التليفون ما رح اعرف كيف، يلا جاي لعندك على المكتب. لا مش على المكتب بليز. وين لكان؟ طيب حددي حيلا مطرح بس بسرعة. يا ست الستات، يا ست حكمت، بعد عني يا ابو ناجي، ما تحكي معي، انا زعلانة منك. لا ما لانك زعلانة بدي راضيكي. بعدين بتراضيني، انا هلا مشغولة. لا بدي راضيكي وهلا. شو قصتك ابو ناجي؟ شو عم تتحشر فيي؟ عايزك فوق عند ستريتا. قلت لك انا مشغوله هلا. ستريتا عم تبكي وعملي انهيار وما حدا غيرك بيساعدك. هلا حبكي ستريتا تعمل انهيار؟ قلت لك مشغوله. مشي معي مشي. يلا يساعدنا عليك. مشي. شوف انت كمان شوفي لك شوي شوي علي. وين هي شهيد؟ بدي فل عندي 100 ضربه غيركم انا. يلا هلا تكون صرت وصلي. تمارا دخلك بشرفك، ما تحكيها مباشره بالموضوع. شو عم تحكي؟ انه كيف بدك احكيها مثلا غير مباشره؟ انه بطريقه من الطرق. ما رح تقتنع منك ابدا. ولا شو هالانسان انت؟ وحده حبل منك بدها تقتل ابنك وتقدمه ذبيحه للشياطين وانت بدك خايف منها وعطلان همها؟ ولا الله لا يردها ان شاء الله. هلا بتوصل، بقول تسمعك. وبعدين انا مش متاكد انه معقول تقدمه ذبيحه، انا قلت لك انا شاكك بالموضوع لانه كان بدها تروحه، بس من بعد اجتماعات المغلقه مع المسؤولين قررت تبقي. انت مش طبيعي، بدك حكيم نفساني اصلا، بفتكر كلنا بهالعيله بدنا حكيم نفساني. وبعدين غير هيك شو فيي اعمل؟ ابني ببطنه، قولي لي شو فيي اعمل؟ بسحبه من جوا ولا شو؟ واذا زعجتها او خوفتها وخافت معقول تختفي ومعقول بعرف لوينه ولا وين ابني. يعني معصبه ما هيك؟ ايه وبدي ايه يا تمارا، انا بدي ابني. بديها صفو يعمل سين طويل. حرام عليكي، منيح اللي اجت وخبرتني، وقال لك صار في جريمه بهالمجمع. يصير يلي بده يصير، بدي انتقم. صار لي سنه بقول بدي انتقم مش عم بقدر، وهلا اجت اللحظه. بركولي بركولي على شو بدنا نبركي؟ مين مقتل رولا؟ مش حرام عليكي؟ حرام علي انا يا ابو ناجي؟ وانت ادرى الناس باللي صار؟ انت عم تحكي هيك؟ لانه انا بعرفك ست حكمت، بعرفك انك انت انسانه طيبه وقلبك كبير، وبعرف إذا البنت صار له شيء أو حدا صار له شيء مش رح تسامحي حالك. أنا مش رح سامحهم لإلهم، هني اللي ما بيتسامحوا، أنا ما عملت شيء. أبو ناجي قصده إنه ما بده. شو ما كان قصده؟ أنا بتعجب فيكم أنتم بنيتكم بزيت إنكم تحكوا هيك. هو اللي عايش كم لحظة من لحظات عذيبة وقهري. أنت يا ريتا لازم أكتر وحدة تكوني واقفة حدي وتحسي بلحظات العذاب يلي عم بمرق فيها هلا. دخليك انت ليش ملقحه بتختك الك كام يوم وهيدي المره العاشره كمان ومرعوبه مش عم تستاجي تتحركي؟ ليه؟ مش لتجيبي ولد؟ مش لتجيبي ولد لإلك، لتجيبي له ولد لإله لجوزك، لتلقطيه بولد تما يكذبك مثل الكلب بس تكبري ويطلقك بوحده خصبه. خلص خلص حكمت بليز. لا مش خلص، هيدي الحقيقه المره للاسف. جايب لي بنت اصغر من بنتي وكل نهار بوجهي وحطت ليها على الجازون
وبيسمعوا الاغاني اللي كنت اسمعها انا وياه. ما بحس بشعوري ابدا، بتعرفي ليه؟ لان كل العالم قالت له حق معك، العالم والناس والقانون كلهم اجوا حدوا وقفوا ضدي انا، قالوا له حق معك اتركها بس ما تظلم اعطيها حق. عطاني بيت واثنين وثلاثة وعطاني مصاري واخد روحي وكرامتي وحياتي. شو بده يشتري الميت بالمصاري؟ قولوا لي بس شو بده يشتري الميت؟ انا حسي معك، حسي بكل كلمة عم تقوليها، حسي بوضعك، بس مش عيشتي. حسي فيه ايه حسي فيه بس مش عيشتي، ان شاء الله ما بتعيشيها ابدا. ميليسا قولي لها لكوماري تعمل لنا ركوة قهوة. لا ما بدي، بدي انزل انا، بدي انزل. لا بليز خليكي معي. انا رح انزل على شغلي، انا لازمكم. الله معك. بليز خليكي حدي، خليكي حدي شوي. ليه تقبريني؟ شو بك؟ ما بعرف، صارت من رجله وحاسه انه بطني عم بيجعني مثل كل شهر، مثل كاني ماني عامله تلقيح اصطناعي ولا شيء. ما تخافي حبيبتي ما تخافي، هيدي عوارض نفسيه، ما تخافي. خليكي حدي بليز. رح ضل، بس اذا فيكك عم تعملي فيي ضرب لتزربيني وتسكتيني ما رح فيكي، بدي افضحها. يا ريت يا ريت عم بعمل ضرب، يا ريت يا حكمت. رؤي تقبليني رؤي، الله كريم. رؤي حبيبتي انت. والله بريد. شو عاملة بعد هون؟ ولا شي. مشغولة أو مروح نقعد شي قعدة حلوة بشي كافي شوب؟ ميرا عايزك شوي بمكتب. أوكي دكتور، هلا بلحقك. سيريل راح شوف شو بده وأرجع. سوري. أهلاً. هاي، كيفك؟ تفضلي. مع أنك تأخرتي ونطرتيني وأنا ما بحب هالشي أبداً، بس معليش اليوم أنا كتير مبسوط وما في شي ممكن يزعلني. سوري أني نطرتك ومبروك مرة تانية. مرسي، عن جد مرسي. شو؟ شو بتاخدي؟ بوزة؟ لا مرسي، ما بدي بوزة. ليش لا؟ عتلاني هم تنصحي، مع أنه جسمك بياخد العقل، أصلاً كلك بتاخذ العقل. متر، خلص شهيد حل عني، قلت لك لا يعني لا، خلصنا بقى. هاي هاي حبيبتي، في تمارا جوا، فوتي. هاي روبا. هاي، عمل لي كيس فودكا أورنج مسقع. دخلك الألكول ما بيضر الطفل اللي ببطنك؟ مش مهم. كيف يعني مش مهم؟ شو أخبارك أنت؟ سافا سافا. إمتى رح تخلفي؟ مش مطولة. إيه؟ ومش لازم تتجوزوا قبل ما يخلق البيبي؟ انه كيف رح بتعيشوا بلبنان بلا جازة؟ وين رح يعيش؟ على اسم مين رح ينحط؟ بعدين مش جايبتي له لتيابه ولاغراضه؟ انه ما في شيء. شو بك صايره هيك حشريه؟ ما كنت هيك تمارا. ليكي هو الوضع بيدعي شوي للحشريه. باي مستشفى رح تخلفي؟ شو اسم حكيمك؟ فودكا اورنج. ما قلي جلدة السؤالات والجوابات. أنا فاتة أقعد جوا. شو؟ حيت له الولد بس يخلق. هيك مبين هيك؟ أكيد. شهيد، ما تخليها تختفي من قدام عيونك، فاهم؟ لا عم تقولي لي هيك؟ روبا ذكية، أكيد بتكون عرفت وحست ليش أنا هون. شهيد، اوعى البنت تهرب. بليز تمارا، متكين لوحدي. ما في ساعدك انا،
انت لازم تتحمل مسؤولية حالك وربا وابنك. انت لازم تحمي ابنك. انت شفت اذا ما قدرت تحميته ومات مات، مش رح تسامح حالك كل عمرك. اسمع مهدي، والله صار لازم امشي. يا ريت نحكي بسرعة دكتور لأني مستعجلة. مستعجلة عشو؟ مثل ما شفت حدا ناطرني برا. اسمعيني منيح، أنت بتعرف إنك تلميذة مميزة عندي عند كل الدكاترة اللي هون، وبتعرفي كمان إنه نحن عاقدين عليكي أمال وعلى كم تلميذ قليل مثلك. بصراحة أنا خايف عليك تضيعي لأنك أنت بتحس تجاه شيء وأنا وأنت ما بتحسه أبداً دكتور. هيدا الموضوع خلص اتنعت فيه ورح أطلع من هالإحساس شوي شوي، بس مش عارفة ليش حاسس أني عم ضيع. قصدي أنك عم تكتري قعداتك وظهراتك مع سيريل. إيه سيريل زميلي بالصف وبحبني. كان زميلك بأول سنة وهلأ صرتي أعلى منه بصفين لأنه إنسان فاشل ومش حاطط عقله براسه، وأنت بتعرفي هالشي. سيريل كان طايش مثله مثل كتير شباب مغنجين وأغنية وحدين عند أهلهم. هلأ عم يتحسن وأنا عم ساعده دكتور. بتريد مني شي بعد ولا في أمشي؟ هالقد مستعجلة حتى تظهري لعنده؟ هالقد مستعجلة اطلع من حب له سنين عم ياكلني دكتور. تعبت، تعبت من يلي بحبهم وما بيحبوني. عبالي يكون مع حدا بيحبني دكتور. حقي مش حقي؟ شهيد بدنا نحمي الصبي، خلي عينك علي اوعى تخليها تهرب. انا بكره بدي اقول لك وبقول لك شو لازم نعمل. اوكي اوكي شو نمشي سيريل؟ بتزعل اذا قلت لك مضطرة ارجع البيت؟ ليه؟ شو قال لك الدكتور؟ لا لا ما خصه الدكتور، اختي تمارا تلفنت لي وقال في مشكلة صغير بالبيت ولازم ارجع على البيت. بدك روح معك؟ لا سبا عبالي ضل لحالي. اوكي سوري سيريل عن جد. لو كنت عارفة إنه ولادي رح يكبروا بلا بي وهيدا رح يكون قدرنا يمكن ما كنت جبتهم. هالقد؟ أنا عشت يتيمة البي وبعرف وحسيت شو يعني تعيش بلا أمان، بلا قوة، بلا رجال يوقف بجسمه الكبير قدامك لما يكون جسمك بعده صغير وطري، وخايف من كل شي، من الهوى، من العالم، من كل شي بوجع.
طيب انت كيف خبرتيهم بس عرفتي؟ اصلا كيف عرفتي؟ مين خبرك؟ كان بمعركة نهر البارد، كانوا يلي عم يستشهد دكتور. كنا عايشين ببيت غير هيدا اللي عايشين فيه هلا. كنا عايشين ببناية فيها 3 عيال، الرجال كلهم بالجيش وكانوا كلهم بنهر البارد. قبل بكم يوم وصل لجارتي فوق انه جوزها توفى. طلعت لعندها كانت عم تبكي كتير. شفت ولادها كيف تقبلوا الموضوع. لحظتها حسيت انه هالحالة منا بعيدة عني، هاليوم رح يجي. عشت فترة تحديد قبل ما يموت، بلشت حس بغيابه قبل ما يغيب، وشوي شوي صرت حط الولاد بالجو. شادي كان صغير كتير، ما كان حاسس بشي ولا نور، بس أحمد كان عارف وحاسس بكل شي. أصلاً أحمد بيشبهني كتير كتير. أكيد بيشبهك كتير، منه عنيد مثلك وعنده من نفسه وكرامته فوق كل اعتبار. أنا خايفة على أحمد كتير. طيب شو رأيك نتصل بالدكتور زوين؟ هيك بركي منروح منشوفها شوي، يعني تعارف مش أكتر. أوكي؟ ألو تيو، كيفك؟ شو وينك هلأ، مشغولة؟ لا بدي نشوفك شوي، كانت في صديقة لإلي صحفية بدها تستشيرك بقصة. ها عظيم، طيب يلا يلا جايين. اوكي باي. يلا مشي روح لعندها، ناطرتنا عندها 2 ساعة بريك. اوكي متر. هلا بتخلي سيارتك هون بتروحي معي. اوكي لا مالي، بنمشي ورا بعض. ليش تروحي معي؟ تايو معلش خليني مرتاحه. اوكي يا عم الوحده شو بتعذب، لا تحبل. اي شو بك بطني؟ بطني عم يجعني. دخلك ونيمي لسه؟ نزلت شوي على البيسين انا وديتها. حرام بنت اول طلعتها. ليك حبيبتي بتلفن للحكيم. لا بس هديني بليز لأقوم على التواليت. قومي حبيبتي قومي، يلا عمالك شوي شوي. اوعى تهزيني. لا شوي شوي. يمي يل شو بكي؟ مشي 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 حبيبي. لا بدي احكي معك. مش وقته هلا معك بليز، راسي مشغول ب 100,000 شغله. شو يعني غير شغله؟ يعني انا شغله من شغلاتك؟ ايه علينا اليوم بليز مارك، بليز عم بقول لك انا هلا متوتره، انت في اتركني انا برجع بحكيك. مش راح اتركك تمارا، لانه انا كمان متوتر ومش بس انت متوتره. طيب يلا قول بسرعه بس، يلا قول عم بسمع. عادي لاقول. ايه شو بدك تربيني لتقول؟ قول خلصني. مارك عم بقول لك انا هلا متوتره ومني فاضي مني منيحه. مش عم بفهم ليش منك منيحه اصلا، وشو ناقصك لما تكوني منيحه تمارا؟ ليش هيك على طول معصبه ومتوتره كانه المشاكل كلها فوق راسك، بينما انت عايشه ترخانه ومش ناقصك شيء؟ ليك مارك قول لي بدك تقوله بسرعه وبدون حكي برات الموضوع، لانه عن جد رح تبلش تفقدني اعصابي. قول. تغيرت كثير تمارا، كل عمرك عصبيه ومتوتره بس حاسس انك صرتي عصبيه ومتوتره اكثر، القصه عم تزيد. خلصني بقى مارك، خلصني بقى. حج عمل لي حالك قديس ونزل علي بالنصايح، قول شو بدك تقول وحل عني. ما قال لي لا جلدتك ولا جلدت الحكل بالقطارة. انا صار لي ساعة عم بقول لك قول احكي الا ما فقدتني اعصابي. روح مشي يلا معك.
كملت. روقي روقي، الا ما فقدني اعصابي، الا ما فقدني اعصابي. حبيبتي روقي، شو رايك تفوتي تلبسي المايو، نعملنا صبحه ومنحكي؟ مرسي حكيم، كلك ذوق. ان شاء الله على السلامه. مرسي مرسي. الله كريم روحي. حاجة تبكي ريتا، حاجة تبكي. هالمرة كنت حاسة إنه خلص رح تزبط. كل مرة بتقولي رح تزبط وبترجع بتنهاري وبتبكي وبتعملي مثل هلا. روق يا ابني روق. طيب أنا صار لازم أرجع على شغلي. إذا بدك شي حكيني حبيبتي. ليش عم تحكي مع بحساوي؟ ما لك بالعادة جوني؟ تعبت من المحاولات والانهيارات. هلا بتبقى جمعة هالحالة وبنرجع منبلش نخطط للمرة الجاية. بتبلش تتأمل وبنرجع منعمل تلقيح وبترجع بتروح دوام زهقت منا وبتسأليني ليه معصب يا ست حكمت؟ ايه لك رح من رجال اخر زمان. كل رجال مثل بعض، كل الرجال مثل بعض. ريتا شو قصدك؟ معقولة جوني يتركني لأنه ما بجيب له ولد؟ معقولة جوني يعمل فيني مثل ما عمل فيكي رئيف؟ قصدي كل الرجال مثل بعض، ما بيلبق لهم تكوني حنونة معهم، ما بيلبق لهم تضحية. مشان هيك بدي انتقم من مرته لرئيف، لأنه رئيف ما بتلبق له التصرفات النبيلة. هو أصغر من هيك، أصغر من هيك بكتير. انت ما بتبكي الا ما تنزلي على المي؟ سوري عن جد يمكن حكيت كثير، هيدي بطلت استشاره صارت جلسه شرعيه. احسن هيك بيكون عندي فكره عن كل شيء. مدام فرح، القصه مش هالقد صعبه قد ما انت مفتكره. ضروري بحالة مثل حالة ولادك استشهاد الباي وفقدانه من البيت والحياة كلها، ضروري ملاحقة نفسية للولاد كلهم. بس هو أحمد أصعب شيء بيناتهم لأنه عم بيكبر، هوديك بعدهم صغار. يعني كلهم رح يصيروا مثل أحمد؟ أنت بشو بتصفي أحمد اليوم؟ رح يصيروا مثله قصدك كيف؟ يعني عنيفين، بيكرهوني، بيرفضوني. بالعكس تمام، أحمد بحبك لدرجة إنه عم يرفض الاحتمال اللي بيقول إنه ممكن يخسرك بسبب رجال تاني. تعلق أحمد فيكي عم بخليه يكون قاسي معك. اليوم الصغار بيقعدوا بحضنك وبيقولوا لك منحبك وما تتركينا. هو كبر على هالتصرفات وبعده صغير تيقدر يمنعك ويفرض عليك ما تتركيه. يعني مش عم بلاقي طريقة يحفظك فيها، عم بحاول يشتغل ويطلع مصاري ويحمل مسؤولية ويشغلك بالك عليه. عم بعبيلك الفراغ لما تفتشي على رجال غير بيو يجي وتعطيه حالك. اصلا انا ما بقى بدي اعطي حالي لحدا، شو انا بعد لي نفس؟ لا وهذا كمان تفكير غلط. على كل حال بالوضع الحالي لاحمد طبيعي انه مش رح يرضى يجي لعندي. ايه اكيد. يعني اول جلسات رح تكون بيني وبينك. اوكي. بتحبي نحدد اول موعد؟ بصراحه انا وعد الولاد برحله على الاردن، فلما برجع لأحكيك. عريحتك. بالإذن. ألو
اوكي اوكي يلا جايه. بدي استاذن منكم، عندي مريض بالكلينيك. انتم مش غربه ما هيك تيو؟ اوكي عندي بالبيت. مش عارف كيف بدي اشكرك تيو. متى رايحه على الاردن؟ بصراحه حسب المصاري. عيب عن جد عيب. بس المفروض الجمعه الجاي. عبالي كتير سافر انا والبلاد، ولا مره سافرنا سوا. هلا في عندي عرض بدي اقول لك اياه، بس عتلين هم ما تصدقيني فاكريني عم بتحشر فيكي. بس بليز اسمعيني على الاخر. تفضل. في انا وصديقتي واختها وجوز اختها وابنهم كنا مقررين نروح على باريس حتى نشم شوي الهواء. حجزنا التيكتس وحجزنا بالاوتيل وحتى كان في عنا بطاقات ليورو ديزني، بس لغت هذه السفرة لأنه جوز صاحبتها صار معه هيك مثل جرحة قلبية ووضعه شوي خطير. فاللي بدي أطلبه منك إنك تاخدي كل هالغراض وتروحي أنت وعائلتك، يعني بكون ممنونك. أكيد لا. ليش؟ بدل حدا من عائلتك يستفيد، أهلك، رفيقتك، مين ما كان. خلص فرح، بشرفك عم بتعقدي الأمور، ماشي معي على المكتب نحكي هونيك. يلا. شو مش رح نحكي بالشغل؟ بلا منحكي بس رقتي؟ لك رايعة ولو خلاص. أكيد. طيب شو رأيك نطلع نحكي شغل عندي بالبيت فوق، لأن هون في كتير شمس. فوق؟ لا لا نقعد عندي على الجازون أقرب، بعدين طلع بلا أرجيلة عفاك. يلا قومي قومي قومي، أصلا ما في شمس ليكي. أوكي. رح تعترف أو شو؟ اعترف بشوربة، ما في شي، بنت عمي وعلى طول بتزورني. سؤالتها ما كانوا طبيعيين، أنا بعرف شو قلت لها. ما قلت لها شي. قلت لها أنه ربا بدها تقدم الصبي ذبيحة للشيطان. أبدا، أنا ما معقول أقول لك شي، كيف أصلا معقول فكر بهالطريقة عنك حبيبتي؟ كلب واطي، هي كانت عارفة، من تطليعتها وأسئلتها لقلي تأكدت إنها عارفة. ما بقى رح تشوف صورة وجهي بحياتك شهيد، فاهم؟ حبيبتي، إيه أنت عم تظلميني؟ أنا ما قلت لها شي لتمارا، يمكن هي حست لوحدها واستنتجت. هلا تمارا بتكون دقت للبوليس ودلتهم على البيت هون، ها إذا ما دقت وخلصت. أكيد مش مزبوط، لا ما بتصير. أنا ما بقى بدي إياك، أوعى تجرب تلحقني، والولد اللي ببطني ملكي وأنا بعرف شو بدي أعمل فيه، فاهم؟ تعرف شو بصير فيك إذا سكت عليك وخبرتهم إنك جاسوس للبوليس؟ أوعى تجرب تلحقني. لا تمارا ما تسكري خطك. لا تفضلي. كلنا سمع لدرجة اني سكرت سلولاري وهيدي مش كل يوم بتصير. خي حمد الله. قوليلي انا هيئتي مش خرجة كتير الفرص الطويلة، اذا ما اشتغلت شي قوام وبسرعة رح ارجع جمعة الجاي على كندا. ايه هلقد بتحب الشغل؟ كتير. المهم مثل ما خبرتك انه عندي شركه انتاج بكندا للاعلانات، ما تقولي لي بدك اعمل لك اعلان كمان. يا عمي خليني اشرح لك بعدين علق على الموضوع. انا بشوفك عم تكتبي ومن ورا شخصيتك الحلوه انا اكيد انه اللي عم تكتبيه كتير حلو حتى بدون ما اقري. ايه بس انا عم بكتب مسلسل حلقات طويله يعني. بس انا مش عم بحكي عن المسلسل، عندي مشروع تاني. شو؟ صديقتي اللي كانت نايمه عندي عندها دار نشر، هي وجوزها يعني. ليش صديقتك اللي كانت عندك مزوجة؟ ايه مجوزة. ليه تعجبتي؟ لا ابدا كملي. كانت عم تقلي امل، صديقتي اسمها امل، انه عبالها تنشر رواية غريبة، يعني هيك شي جديد، مثلا شي جديد من نوعه جريء حتى لو لشخص مش معروف. بقى بصراحة انا فكرت فيكي، قلت مش معقول ما تكوني كاتبة شي وحطتيه على جنب، مثلا خواطر صغيرة، قصص، اشي ممكن نجمعها وننشرها. انا عندي شخصية بنت صغيرة، انا مخترعتها، بكتب عنها من زمان. حلو، كتاب للصغار يعني؟ ابدا، صغيرة بعالم الكبار. حلو كتير. البنت اسمها خلطة، خلقت واهلها ما كان بدهم اياها، كانوا رافضينها،
صاروا يقولوا انه اجت غلطة، حتى اسم ما سموه. قد ما صاروا يقولوا غلطة، صار اسمها غلطة. غلطة ربيت بالطريق، بتعيش بالشارع هيك كل عيون ودينان، بس ما بتحكي، بتشوف وبتسمع بس ما بتتدخل. من عيون غلطة بكتب كل شي بيصير بالشارع وبقلب البيوت والمدارس والمستشفيات وين ما كان. اللي عم تقوليه كتير حلو تمارا. كاتبة شي من هالأفكار؟ كاتبة مغامرات كتير لهالبنت، بيعملوا رواية، يعني رواية منسميها أول غلطة. مش عم صدق شو عم بسمع، كتير حلو، بدك تعطيني هون بسرعة لأقريهم. عندي هون على الكمبيوتر، مش سحبتهم بس الليلة بسحبهم بعطيك إياهم. أوكي، رهيبة أنت يا بنت، رهيبة. شو بدك بيرة تانية؟ لا، بدي دوق الأرجيلة. إيه؟ دوقيها. هيك بيعملوا بس بدهم يمرقوها. ليه يعني؟ بهالشكل بهالطريقة. مشان شو؟ إنه من تم لتم. آه بس أنا ما بقرا، خاصة منك. آه لا، مبين أول مرة. هاتي عني، خلي عني. طيب ولو يا حني، هول التيكتس وهول الحجوزات، شفتي إنه موجودين؟ صدقتي؟ بس أنا ما معي فيزا شنغن أنا والولاد. لحظة لشوف لأيمتى التاريخ. بعد في 12 يوم. أنا عندي علاقات كتير قوية بالسفارة الفرنسوية، يعني إذا بكرة الصبح قدمت الوراق بقدر تقريباً بعشرة أيام أسحب لك الفيزا، خاصة إذا فرجيتيهم الحجوزات والتيكتس. بس ما في شي من الحجوزات باسمي. بغيرهم، ما تعتلي هم. طب أنا مرة نزلت على السفارة وطلبوا مني حساب بالبنك وأنا ما فرحت عزمي الأمور، بدك تروحي أو لا؟ إنه فرنسا وإيرو ديزني، هيدا حلم لأولادي. بدك تروحي؟ إذا بتزبط و بدك؟ إيه بدي. فإذا نعطيني ربع ساعة بس بحللك الموضوع. سفرة الأحلام وحياتك. ألو خليل؟ لحظة بس خليك معي، اكتبي أسميكم مثل ما مكتوبين بالباسبور. خليل، قصدك بخدمة. أنا ما فهمت شو الفحص اللي عمل لك يا الحكيم. ولا أنا فهمت. كيف ما فهمتي؟ والحديث اللي دار بينك وبينه على جنب؟ ماشي مهم حياتي، نفس الحديث اللي صار قدامك. ما بعرف ليه حاسس في شيء غلط بالموضوع. ابدا حياتي، وشو بده يكون فيه يعني؟ رولا، القصه قصتنا اثنيناتنا. شرفت ست ميرا. يا هلا يا هلا يا هلا. ليه مسكره خطك؟ ليه شو في؟ عم بتلفن لي شهيد، عم بحكيكي مش عم ترد عليه. قلي شو بشو صار؟ هيدي اللي بحبها تهمته انه مخبرك عن الصبي والشياطين ومدري شو، اختفت وقالت له ما بقى رح يشوفها لا هي ولا الصبي، هو خوتين صايرين عقلاته. اختفت؟ والبيبي؟ قال انت سالتيها سؤالين، خليتيها تشك انه خبرك. وينه هلا وينه؟ مثل المجنون، عم بفتش علي بمطارح بتخوف، لا انا ولا انت قادرين نفوت عليها. انا فوت لوين ما كان، مهم احمي الصبي. سامعه؟ ما رح خليك تروحي على هول مطاري. ميرا انا السبب. انت مخصي. انا مش رح كون سبب لموت طفلين، عم تسمعوا؟ يا عمي روقوا. قول التيكت صاروا باساميكم اربعتكم، بس في وحده منهم فاضيه طالما بطلتي تاخدي الخدمه معك. هيدا حجز الاوتيل، هول الوراق كلهم بدك تنزلي فيهم بكره على السفاره، وبس تخلص الفيزا انا بسحب لك اياها، ما تعتليها. ما بعرف ليش عم بقبل، يمكن فرح قبالي كرمال الاولاد ينبسطوا. وحياتي عيونك، كان ما حدا رح يستفيد منهم اذا انت ما اخذتيهم. مرسي، بس انا رح ادفع الفرق اللي دفعته للتغيير. بليز. مش طبيعية انت، بحياتي ما شفت مرة عندها من نفسها هالقد. شو بكي فرح؟
قلت شي زعجك؟ شو عم بعمل هون تيو؟ بليز ما تحسسيني اني عملت شي غلط. ما بعرف شو عم بعمل هون.